قال الإعلامي اللبناني نيشان في اتصال مع قناة الجديد إن وديع والصوف نجل سلطان الطرب جورج والصوف فارق الحياة في مستشفى مار يوسف في بيروت. فما حقيقة نقل جورج والصوف إلى المستشفى بعد معرفته بنبأ وفاة ابنه؟ وماذا عن موعد الجنازة؟ أعلن الحساب الرسمي لسلطان الطرب جورج والصوف موعد جنازة ابنه الراحل وديع الذي غيبه الموت مساء أمس الجمعة إثر أزمة صحية تعرض لها بعد إجرائه عملية تكميم المعدة. وكان والصوف قد أجرى عملية جراحية قبل أيام نتج عنها مضاعفات دخل على إثرها إلى المستشفى. كشف الإعلام اللبناني نيشان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة وديع والصوف نجل الفنان جورج والصوف، مشيرا إلى أن وديع احتاج إلى أكياس دم عديدة قبل وفاته. وأضاف نيشان في تصريحات لتلفزيون الجديد اللبناني: وديع نجل جورج والصوف خضع إلى عملية جراحية يوم 27 من ديسمبر وهي تكميم معدة، وغادر من المستشفى إلى المنزل، إلا أنه قبل يومين تعرض إلى نزيف حاد في المعدة. وتابع الإعلام اللبناني: بعد دخوله المستشفى تم حجزه في العناية المركزة، ورافقه أهله وأصدقاؤه ووالده الفنان جورج والصوف الذي لم يغادر المستشفى، واحتاج ابنه إلى أكياس دم عديدة تم توفيرها لكنه توفي. وديع ابنه لسلطان الطرب جورج والصوف ل 27 ديسمبر خضع لعملية بايباس، جاستريك بايباس، يعني قص معدة وتحويل مسار. راح على البيت، كان بحالة جيدة. امبارح أصيب بنزيف في المعدة، مما اضطروا انه ينقلوه الى مستشفى مار يوسف. تطورت حالته، تفاقمت وتأزمت اكثر، وتعرضت لأزمة بقلبه، وصار مثل ما ذكرته في العناية المركزة، محاط بكثير من الأصدقاء والمحبين، أهله، أمه، بيه، أخواته موجودين حده، وكثير من اللي بحبوه. وبعتقد على المنصات البديلة كمان كل الصلوات، وكل واحد بيدعي، لأنه وديع بمعزل عن أبوه وشهرته ومحبته كسلطان للطرف، وكمان شاب مقرب كثير من الناس اللي بيحبوه، وفي طيب بغاية الطيبة، لذلك عنده كثير من المحبين موجودين حوله، بس بيقدر اللي كان لغاية هاللحظة هو يقاوم وهو في العناية المركزة. وفي التفاصيل ستقام الصلاة لراحة نفس الراحل الساعة 11 من قبل الظهر الأحد في كنيسة مار نقولة، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة. أما التعازي فستقام اليوم السبت في صالون كنيسة مار نقولة. وبعد انتشار الخبر تناقلت بعض المواقع الفنية خبر نقل سلطان الطرب جورج والصوف إلى الطوارئ عقب معرفته بنبأ وفاة ابنه بسبب نوبة أعصاب، إلا أن مصادر الجديد نفت هذا الخبر مؤكدة أن جورج والصوف موجود حاليا في منزله، ولا صحة لكل ما تم تداوله عن وجوده في المستشفى.